لا صار دوري هلا. بالله ومين لعب قبل شوي؟ خلص علي خليه يلعب. طبعا رح العب دوري يا زلمة. صبته. ما حدا بيعرف يلعب. خلصنا العاب لنشوف. بدنا نستناك كل اليوم يعني؟ خلصنا. يلا. يلا العاب. صبته. يا الله. لك صابة. يلا لسه دوري هلا اشوفوا اللعب. طلع كيف رح صيب اشوف. شوفي انت وهو ليش عم تضحكوا؟ ليش شو بفهمكم باللعبة؟ عأساس انتو بتعرفوا تلعبوا يعني. والله صرعونا هالولاد ما هديوا من الصبح. ايه والله معك حق. هاي اجت بنتي الحلوة. تفضلي. يسلموا ايديك. صحة وهنا. تفضل عمي. يسلموا ما شاء الله. مد ايدك ابني. البنت واقفة يلا اشرب. سوت وشي استغفر الله. تفضل بابا. يسلموا اليدين. تفضلي ماما. يسلموا بنتي. اختي وقعتي لي اياهن. شو خربت الدنيا اذا وقعتهن من غير شي معصبي؟ حل عني. طبعاً تعرفوا سبب زيارتنا لعندكم. جميل هو ابني الوحيد وحابب أفرح فيه. الله طعمنا يا متأخر وبدي جوزه قبل ما خطير. لساتك شاب. ايه بلا كبرنا كبرنا. شوف أنا حابب شوف أحفادي قبل الله ما ياخد أمانته. وبنتكم غيوم ما شاء الله عليها كتير مناسبة ولهيك بدنا نطلبها لقبلنا جميل. شو رأيك يا هدية؟ والله ما بعرف. هلأ جميل أول شي لساته صغير كتير وتاني شي بنتي أكبر منه كمان. والله ما بعرف شو أحكي يعني مو ظابطة. أنت قلي شو رأيك؟ على الله. برأيي خلينا نستنى شوي. شو عم تقولي؟ وليش حتى نستنى؟ غيوم أكبر من ابنكم وما رح يتفقوا. مو صح كلامي؟ إيه عادي هدية شو فيها يعني؟ عادي أختي بكرة بتصير بتونسني. أنا طول اليوم لحالي. إيه والله صح بنتكن ما في منا. نحن سألنا عليها والكل قالوا إنه ما في منا وأخلاقها بتجنن. يعني أكيد ما أجينا لعندكن على الفاضي. إيه اللي شو رأيك سليمان؟ والله بتشرف فيكن. أنا برأيي خلينا بلا ما نستعجل لأنه ابنكن لساته صغير ومو بس هيك حتى بنتي لسه صغيرة. أنا برأيي مو فهمانين مسؤولية الجواز. ما بيصير. مو صح كلامي أختي؟ لا مو صح. ليش مكبرة الموضوع كل هاد؟ بالعكس هلأ الوقت مناسب وصار لازم نجوز هالولاد. انتي ليش عم تبكي؟ لا لا تكذبي امك ضربتك؟ لا لانه رح يزوجوني الك. بتعرفي تلعبي بالجوز؟ انا بالاول. وليش؟ لانه انا الرجال.
سمعت شو كانوا عم يحكوا؟ بدهم يزوجونا لبعضنا. جميل، وينك ابني؟ بدنا نروح. غيوم؟ أي أمي. عادي جنبي بنتي. غيوم بنتي، اليوم إجاكي خطابة وطلبوكي وأبوكي وافق يا بنتي، رح يجوزك لجميل ابن عبد القادر. بعرف إنه ابنه صغير، بس هو كان أصغر منك بثلاث سنين مو هيك؟ بيكبر ما رح يضل صغير ومعه مصاري، متأكدة يا بنتي رح تكوني مرتاحة. شو بدك أكتر من هيك؟ صحيح هو صغير، بيكبر لا تفكري كتير. والمشكلة بس عمره 14 سنة، ما بعرف كيف هالولد بده يتزوج. يا ربي دخيلك. يلا بيكبر ما إلك إلا الصبر، يعني أكيد ما رح يضل طول عمره صغير. لازم تعرفي تتصرفي معه، خليكي واعية. وبكرة جميل كمان لابد ما يوعى، ولو وقتها بتسمعي كلام حماتك وعمك وبتعيشي سعيدة. غيوم عم تفهميني؟ طولي بالك عليه لحتى يوعى، لساته صغير يا بنتي، يعني ليوعى. بعدين منيح إنه تكون البنت أكبر من جوزها. بتعرفي ليش بنتي؟ لأنه بتصيري تمشي كلمتك عليه وبتعود يسمع كلمتك وما بيتني لك ياها. شو نعمل يا بنتي؟ الله هيك كاتب لك وهيك إجا نصيبك، وما رح تقدري تعارضي رأي أبوكي، وبدك تصبري وتتحملي شوي، الله بيصبرك. وجميل مانو شخص سيء. غيوم بنتي ردي علي، بالله أحكي شي. أنا ما حبيته لجميل، بس مانو مهم، هالزواج الله كاتبه علي، وبابا مستحيل إنه يتراجع، ما في حل. أمي قلي لي، طيب بلكي جميل ما بده يعني. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.